الفترة الأخيرة المواطن التونسي يتشكى برشا من ارتفاع فاتورة الاستهلاك متاع الماء ولا متاع الضوء. شنو رأيك؟ الحقيقة الفترة هذه الأخيرة ومش الفترة الأخيرة، فترات سابقة يصير فما ارتفاع ومشت نوعا ما في فاتورة الضوء وفاتورة الماء، وساعات يبعثوا كل انترميديير هذيك الفاتورة التقديرية ويحطوا فيها يعني سوم عالي ومرتفع، والمواطن مسكين التونسي المكرود يبدا مسكين منين باش يخلص ومنين باش يجيب. الحقيقة فما ياسر شطط، فما ياسر ارتفاع مهول زادة على السنين اللي فاتت في فاتورة الاستهلاك سواء كان تاع الماء ولا متاع الضوء، وهذا يرهق كاهل المواطن. المواطن التونسي لا عاد عارف ايش يعمل، يخلص فاتوراته، يخلص الكري، المعيشة اللي مرتفعة، يعني الإنسان المواطن التونسي مسكين نمشي معناها تفتت كالفتات وسط الهلم الكبير متاع الوضع الاقتصادي اللي متردي على الآخر، وسط الأوضاع اللي نعيشوا فيها بيان سور في كيما العالم الكل. شو نقول لك، آخر مرة 450 دينار جينا فاتورة زاد متاع العام اللي فات 2019 دخلت عليها ب 250 دينار، معناها احنا نخلصوا بيان سور، ما عادش من جهة هذيك. سامحني 450 دينار أنت شنو عندك فاش تستهلك؟ دار عادية فهمت؟ استهلك عادي. بهتنا احنا لو حتى باش تمشي تشكي يقول لك تخلصوا بعد يشكي. خلصوا فهمنا مسكرة ما نجموش نتكلموا. تعرف ستيك ما فيهاش. لازمك تخلص وتسكت، فهمت؟ بهت أنا. الماء كان يجي 20 و25 الماء يطلع على 70 و80، استهلك عادي زادة. تستغرب ساعات تدخل كيفاش معناها كيفاش كنت خاصه ب 20 و25. لا بالحق تحسها مش عاديه، جمله والله. فاتوره الضوء كي تشدها وتقراها كل تفهمها ولا ما نفهم شيء؟ ما نكذبش عليك، نعرف نخلص وكهو، كل خلص وكهو، فماش ما تكونش معاك كنت تتناقش حتى كي تمشي لهم تقول لك خلصوا، بعد برا اشكي على روحك دوك خلصوا. واش سبق وشكيت؟ شو كي شكيت سمعوك ولا لا؟ لا 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 خلص، نحن نخلصوا المواطنين نجم نفهموا رواحنا، نخلصوا ونسكتوا مهما باش تجينا، نخلصوا ونسكتوا. احنا التونسي راهو قليل تلقى التونسي يجري في جرت باش يعرف الحقيقه الكل. كيفاش يشوفوا الكونتور؟ ما فهمتش كيفاش يشوفوا، كيفاش يحسبوا معناها على كيفهم يخدموا، عرفت كيفاه؟ يغزر لك صون البنيه نتاعك حتى تبدا بنيه، هما ديار كل واحد ودار، يغزر لك يعطيك على قد بنيتك بالعين معناها يسور بالعين، مجربينها الحكايه وقتها جاي الشيف ما يشوفوش دوك يغزر لك البنيه مره كيكه كيفاه؟ قال لي سافا انا شفت شنيا سورتو بنيه جديده ده مش نتاعنا جمله، يقول لك سافا حسب الرؤيه تو ما تستك كذا وكذا. انا شكلي يسرقوا، نقولها زادة علنا فما سرقه، يا ميزانية باش يملاوها من عندي ومن عندكم ومن عند الشعب التونسي كل. أنا واحدة من الناس باش نحكي لك، ها فاتورة الضوء هذه أمنيتي نفهم لي ديتاي اللي فيه. قبل كل شيء ثم هاك الفصل اللي يقول لك مساهمة في المجال الجمعيات المحلية، شكون قال له أنا نحب نساهم في الجمعيات المحلية؟ هذا أولاً، وثاني حاجة أنا واحدة من الناس، أنا نخدم وليدي يقراوا، نخرجوا 6:30 نتاع الصباح باش نوصل ولادي ونمشي انا للخدمه، نرجع 7 نتاع العشيه شعلنا شي ذو الكوجينه طيبنا عليه حاجه، من بعد لان محمد رسول قعدنا في الصاله تفرجنا شوي، تجيك 500 600 700 الف بالمكشوف نوريك، انا تعطيني الفرصه نمشي نجيب لك فاتورات ونجي 700 الف تمشي تقول له خويا ها نجيب لك الروليف وشوف خلصوا بعض ونتفاهموا، شوف من قالتك سكرها وشوف الوضعيه وشوف طالعه شنو طالعه شنو. هذه ستيك بصراحه حاجه أثقلت كهن المواطن بصفة غريبة، ما عندناش فاهمين. أنا واحدة من الناس نضطر مرات ونقول كنا نشعل الشميعة ونقعد عليها وانتهت المشكلة فك عليهم بالضبط. لازموا يعملوا برشا سدود وبرشا كلزمنا طاقة نووية إيجابية هذيك نتاع سلمية باش يوفروا الماكسيموم نتاع الماء ويوفروا الطاقة نتاع الكتريسيتي، دونك تتحل المشكلة الكل. يلزم ثم إرادة سياسية، قصدي ثم نحبوا من المسؤولين نتاعنا، هذه رسالة موجهة لهم الكل، أنه يعملوا حاجة بلانينج نتاع 50 سنة القدام، 30 20، وداكوردو يقعدوا يتعاركوا فيما بيناتهم ومناصب ودنيا، هذيك حاجة عادية، لكن يخططوا لنا احنا المواطنين، يعملوا سدود باهية
كان لازم السدود هذيك تتكلف برشا في اعاده هيكلتها وكل شيء، يبنيوا سدود اخرى. المال يمشي للبحر، ما عادش لما ماشي للبحر، كان لازم يجيبوا لنا 100 من بلاد اخرين، يعني ينسقوا مع الجزائر مع المغرب، كل شيء ممكن. والله هو مش فاتوره الماء والضوء بركه، هي المعيشه كلها اللي غليت، والمواطن ولا معناتها ما عادش عنده حل، كان يدفع ويسكت، هذيك هي معناتها ما عادش عنده حتى حل اخر سوى انه يدفع ويسكت. وبالنسبه للماء والضوء هما حاجه من الحاجات، يعني هي حاجه من الحاجات اللي المواطن ولا يتقلق منها ياسر، فهمت كيفاش؟ دونك لهنا ماهيش مشكله ماء وضوء، كان جات على مشكله ماء وضوء صح، اما المواطن ماهيش مشكلته ماء وضوء حتى يلقى باش ياكل ويشرب توا. انت حسب تقديرك الفاتوره نتاعك تجيك على قد الاستهلاك ولا زايده؟ الفاتوره نتاعي انا حسب تقديري يعني الشخصي، فاتورتي انا معناها راسي راس راجلي تجيني بطريقه شويه مشطه، لين انا نقول شنو اللي استهلكت، شنو اللي عملت. انا اكثر ديما ساعات نبدا لبرا مش في تونس ولا خارج البيت، معناها ما عنديش كل يوم هاني نغسل نمسح نخدم ماكينه صابون نعمل ولا معون ولا حاجه شيء، نبدا دويرتي تبدا منظمه وكل وتجيني مرتفعه نوعا ما، لين انا نتساءل نقول يا ربي علاش مرتفعه علاش هك، ونخلص رغم ذلك نخلص. مشيت شمره للستيك وعملت الملاحظات نتاعك؟ نمشي للستيك يقول لك خلصوا من بعد تو من بعد نرجعوا تو نشوفوا لك نجيو نبعثوا لك شكون يشوف لك قداش استهلاك الكونتور نتاعك معناها وكل، ورغم ذلك كي ندفعوا ما فماش حتى تغيير، فماش معناها انا اللي نحس ما فماش مراقبه معناها دقيقه ومراقبه بالحق فيها نوع من الصدق في الفاتورات نتاع الاستهلاك ونتاع استهلاك سواء كان الضوء الماء، كانهم يقدروا فهمتني او يخزروا فاتورات سابقه. صحيح فما راهو يمشيو ويهزوا معنا العداد يشوفوا العداد قديش وكل، لكن في توا لاحظت انهم كانهم يقدروا كل عائله ولا كل بيت ولا اي بالعيد ويحطوا معناها يبعثوا. انا نلاحظ اني قلت لك اللي فما تغيير كبير كبير جدا. هنا ثم مؤسسات وهياكل لازم تحاسب العباد هذوما المسؤولين. يعني كلزم ثم جمعيه تتكون للتأطير التشكيات هذه، مش صعيبه الحكايه. انت التكلفه تجيك على قد التكلفه على قد الاستهلاك نتاع الفواتير الزوزة؟ انا الحق مانيش ما تشكيش صراحه، يعني انا احكي على روحي عاديه، يعني ما يجي في 25 ضو يجيني في 100 واش 200 ساعات 300 تولي غاز ودنيا سينو. اما نحكي بصفه عامه اكيد لعبه تتشكل، دونك ثم حاجه اخرى بالله. انا مثلا بنت القصرين، نعرف اللي الغاز جاينا من الجزائر بلاش بلاش، على اساس انه يتعدى من الجزائر لايطاليا بخطوط ايطاليا تستغل الارض نتاعنا وتعطينا مقابل نسبه من الغاز تستهلك فيه المواطن التونسي، احنا ناخذ فيه بالفلوس. علاش علاش بالله علاش؟ هذا نداء يا ولدي، راهو الغاز ناخذ فيه بلاش، يا شعب التونسي رانا الغاز ناخذ فيه بلاش من الجزائر متعدي لايطاليا وقنوات شقت الارض التراب التونسي بلاش. علاش ياخذوا المواطن بالفلوس الغاز؟ علاش؟ قال لك هو رخيص، ماهوش رخيص الغاز، ماهوش رخيص، يجيك ضربين مش نرجعوا لسي الماء. توا انا مثلا تقول فاتوره الصيف غسلان بطاطون وتسييق وطلع شنو فيها الماء. مرة بركة عادي نتصوروا لمرتين مش ديما تغسل في البطاطا. مرة بركة، مرة في العام. ديجا عندنا وقت اللي يخدم عنده وقت هو مرة في العام تغسل، قول فاتورة الصيف تجي مرتفعة شوية تمشي على لوجيك. فاتورة توا فاتورة، أنا واحدة من الناس خلصت 350 شهر من الشهرية اللي فاتت، رتار شوية خلصتها. باهي، تجيني الفاتورة توا 250 دينار. علاش؟ ما شو عندي؟ فاش نستهلك؟ فاش حتى الماء نشربه في ماء صافية. شو بتاع الساش وبتاع البيع 50 دينار وكل تطهير وكل حكايه حاسين وحوايج معقده بصفه غريبه. مسكين 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 المواطن التونسي. هو صحيح هو الارتفاع موجود، هو نجم نفسره يعني يمكن صار انتداب مكثف في مؤسستين هذوما العموميتين بتاع الكهرباء والغاز والمياه. يعني حسب رايي يعني يلزم الحكومه تاخذ موقف جريء من المؤسسين تاع الماء والضوء وتعمل تدقيق شامل باش تشوف هي انا هل 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 الانتداب مكثف والغير مبرر نتاع بعض عده
موظفين يعني يضر بالمواطن، خاطر هكا باش يثقلوا على المواطن، معناتها خاطر الموازات الماليه نتاع الشركات الزوز يكون مهدد اذا ما تخوش من عند المواطن، دونك تجبر باش تزيد ثقل المواطن. يعني حسب رايي لازم يعاد هيكله المؤسسين تنظمها تدقيق شامل في الانتدابات اللي صارت من 2011، خاطر يمكن ثم عباد قاعده موجوده وما تخدمش، يعني ثم يلزم توا يعني حتى في الايفالواسيون تاع الموظف يلزم تكون ايفالواسيون مبنيه على المردوديه والنجاعه باش نجمو المواطن نخف عليه الضغط على في الفاتورات.